دوازتي اليوم كنقترح لكم بالنسبه للوليدات براونيز بالزبيب، فغادي نحتاجوا في المقادير 115 غرام ديال الزبده، جوج معالق كبار ديال الكاكاو بلا سكر، جوج ديال البيضات، 150 غرام ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال الفاني، 45 غرام ديال الدقيق الفورس، زلافه صغيره ديال القرقع مهرمش، زلافه صغيره ديال الزبيب. والتزيين فغادي نحتاجو شويه ديال السكر كلاصي اولا الشوكولات مذوب. اذا غادي نعاود باش نحضروا براونيز بالزبيب، غادي نحتاجو في المقادير غادي نحتاجو 115 غرام ديال الزبده مع جوج معالق كبار ديال الكاكاو بلا سكر، يعني الشوكولات غبره بلا سكر، غادي نحتاجو جوج ديال البيضات، 150 غرام ديال السكر سنيده، معلقه صغيره ديال منسم الفاني، 45 غرام ديال دقيق الفورس، 85 غرام ديال القرقع مهرمش ولا زلافه صغيره ديال القرقع مهرمش وزلافه صغيره ديال الزبيب. والتزيين كيبقى اختياري اما السكر كلاصي الطريقه العاديه اولا الشوكولات مذوب ونزينو بالحبات ديال القرقع نخليوهم صاينين. فبالنسبه للطريقه باش نحضروا براونيز بالزبيب، غادي ناخذوا اول حاجه كاسرونه في عافيه مهيله، غادي نديروا فيها شويه ديال الزبده يعني 115 غرام ديال الزبده، ومن بعد غادي تذوب هذيك الزبده غادي نحيدوها من على العافيه وغادي نضيفوا ليها جوج معالق كبار ديال الكاكاو، كنخلطوا مزيان الزبده مع الشوكولاته غبره ولا الكاكاو اللي هو غير محلى يعني بلا السكر. فهذه هي الطريقه الاولى. قلنا اول حاجه غادي ناخذوا كاسرونه غادي نديروها فوق العافيه يعني عافيه مهيله، غادي نديروا فيها 115 غرام ديال الزبده، غادي نستناو حتى الزبده تذوب ومن بعد غادي نطفيو على ديك العافيه، غادي نخرجوا الكاسرونه من العافيه ومن بعد غادي نضيفوا ليها جوج معالق كبار ديال الكاكاو بلا سكر يعني محلوش، ثم كنخلطوا مزيان ديك الزبده مذوبه مع الشوكولاته غبره يعني الكاكاو، ومن بعد كناخذوا واحد الاناء اخر كنضربوا فيه جوج ديال البيضات، غادي نضيفوا ليهم 150 غرام ديال السكر سنيده ونسمو بشويه ديال الفاني يعني واحد معلقه صغيره ديال الفاني، ثم كنطربوا مزيان هاد جوج بيضات مع 150 غرام ديال السكر سنيده مع معلقه صغيره ديال الفاني، كنطربوهم بالطراب الكهربائي حتى كتخلط مزيان هاد العناصر كامله، هاد البيض مع السكر سنيده مع الفاني. من بعد هاد الخليط فحنا كنضيفوا عليه الخليط الاول ديال الزبده مع الكاكاو، كنخلطوا غير بمعلقه ديال الخشب حتى كتخلط هاد المقادير كلها، وديك الساعه بقينا نجمعوها بالطحين والزبيب والقرقع. غادي ناخذ واحد الاناء وغادي نخلطوا فيه 45 غرام ديال الدقيق الفورس مع زلافه صغيره ديال القرقع مهرمش وزلافه صغيره ديال الزبيب، كيتخلطوا مزيان ثم كنضيفوهم لهاد الخليط اللي خلطناه مزيان، ومن بعد كنبداو نخلطوا تدريجيا حتى كتدخل في الخليط كتدخل يعني المواد اللي هما ناشفين طحين والزبيب والقرقع، نبقاو نضيفوهم تدريجيا من كنبداو نحركوا دائما بمعلقه ديال الخشب غير بشويه حتى كنحصلوا على واحد العجينه اللي هي ثقيله شويه ومجموعه في نفس الوقت. كنمشيو كناخذوا اللاطه ديال الفران اولا ديك اللاطه المربعه غادي نفرشوا فيها كاغيط ديال الزبده اولا ورق سولفوغيزي باش يثبت لينا، ممكن ندهنوا اللاطه بشويه ديال الزبده وغادي نلصقوا مزيان هذاك الورق السلفوريزي ولا الكاغيط ديال الزبده، ومن بعد كنفرغوا هاد العجين ديال البراونيز. ما فيش خماره ديال الحلوه لانه ما كيجيش طالع ما كيجيش منفوخ لانه كيجي مبسط، ومن بعد كنبسطوه مزيان على ديك اللاطه اولا ديك القالب المربع اللي درنا في هاد البراونيز، ومن بعد يعني كندخلوه الفران اللي هو سخون من قبل، نخليوه حتى كيطيب ما كيحتاج للطياب بزاف، وكيف يعني نحاولوا دائما نخليوه على انه مازال مرخي شويه، ومن بعد كنخرجوه بحالو بحال اللوز يعني ما كنخليوه حتى كيتحمر مزيان لانه ملي كنخرجوه من الفران فكيكمل الطياب ديالو شويه، يعني ماشي نخليوه وانما غادي نكون سخنا الفران من قبل، بالتالي ما غاديش يحتاج الوقت بزاف، وغادي نشوفوا مجرد ما انا نشوفوا يعني البراونيز يعني تجمع شويه صافي غادي نخرجوه ونخليوه حتى يسخن مزيان يعني يبرد مزيان ومباشره. فاحنا كنزينوه بالطريقه اللي بغيتو على حسب، كنستناو حتى كيبرد شويه ومن بعد كنقطعوه لمربعات ولا معينات، ومن الافضل انه يتقطع مربعات ونرشوه بشويه ديال السكر كلاصي، وكيبقى الاختيار ديالكم. ممكن على انه نزينوه بالشوكولات مذوب شوكولات اسود نذوبوه مزيان
الجبن، نضيفوا ليه معلقه ديال الحليب ولا معلقه ديال الزبده، يذوب على طريقه حمام مريم، ونبداو نديروا طبقه من هاد الشوكولات، ومن بعد نقسموه للمربعات، وكل مربع غادي نزينوه بنص حبه ديال الكركاع. وبالصحه والراحه.